أيها المسلمون الكرام، حديثنا اليوم سيكون مدخلا في الحياة الزوجية السعيدة المنطلقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلنقتبس من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء المهمة التي على أساسها تبنى الحياة في البيت المسلم، الحياة المستقرة، الحياة المستنيرة بنور الله سبحانه وتعالى. أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رسالة إلى كل رجل، ويتلوها رسالة إلى كل امرأة مقبلون على الزواج. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن الدين يركز عليه الإسلام، والأخلاق الحسنة الصالحة يحث عليها ديننا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت نتيجة طبيعية للزواج المستمد بنور الله سبحانه وتعالى أن تكون فيه المودة وأن تكون فيه الرحمة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. آية من آيات الله، رجل من بيت بعيد غريب وامرأة تلتقي مع هذا الرجل لأول مرة، فإذا بالعلاقة الحميمة، وإذا بالمودة، وإذا بالرحمة، وإذا بالشوق، وإذا بالمحبة تقذف في هذين القلبين، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يجعل الله لأي علاقة بين الرجل والمرأة خيرا إلا إذا كانت عن طريق الزواج الشرعي. أما العلاقات التي تسبق الزواج فهذه ليست لها أو ليس لها مكان في ديننا. تجد أن بعض الناس لا يتزوج إلا وقد حصل على طفل أو طفلين. كيف يحصل هذا عند رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أيها المسلمون الكرام، لم يكن للمتحابين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من الزواج. فالزواج سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء السابقين من قبله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها المسلمون، نريد أن نفهم ديننا كما يريد ربنا وكما يريد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت مواقف، وسبحان الله، يعني لو كان الإنسان يميل ميولاً متشدداً في الدين بطريقة غير فقهية لكان متوجهاً توجهاً آخر. الحبيب صلى الله عليه وسلم يصل إليه خبر من سلمان الفارسي. سلمان أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، ويخرج أبو الدرداء من بيته ويزور سلمان أبا الدرداء إلى بيته، فيجد امرأته متبذلة، امرأة مسلمة
الرجل المسلم ما زال في سن الفتوة والشباب تلبس لبس العجائز متبذرة. فسلمان يسأل أخته المسلمة وزوجة أخيه بعد أن آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم: لما أنت متبذلة يا أم الدرداء؟ فقالت: يا سلمان، إن أخاك لا يريدنا. يعني لمن أتزين؟ أخوك لا يفكر في النساء، إن أغوى عليه الليل قام الليل كله أو معظم، وإن أتى إلى النهار صام النهار، فيومه وليلته بين صيام وقيام. فيا سبحان الله، هذا رجل من الطراز الأول من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون قريبا من الله بالصيام والقيام، فيأتي سلمان، سلمان الفقير، سلمان الذي تعلم الدين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقها ليس نصا جامدا جافا يصل إلى القلب فلا يتأثر به. أتى أبو الدرداء فرحب بأخيه وأمر أم الدرداء بأن تجهز الطعام، ثم قال له: كل يا سلمان. قال: لن أكل إلا إذا أكلت معك، لكني صائم، اكسر صيامك، أفطر، فأنت بحاجة إلى أن تأكل شيئا يغذي جسمك. فجبره أو أجبره أن يفطر. أفطر أبو الدرداء وبقي سلمان طول اليوم حتى أوى الليل، فبات سلمان في بيت أبي الدرداء في مكان في الدار. فلما كان أول الليل بعد صلاة العشاء إذا بأبي الدرداء يقوم في مصلاه ليصلي، فقال له سلمان: ارجع إلى زوجتك، زوجتك بحاجة إليك. فذهب أبو الدرداء وما أراد أن يكسر خاطر ضيفه. لما انتهى ثلث الليل الأول، يا أخوة انظروا كيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمون أوقاتهم للآخرة، لما جاء ثلث الليل الثاني فإذا به يقوم أبو الدرداء ليصلي، فقال له سلمان: ارجع. فلما كان الثلث الآخر قام سلمان، قام أبو الدرداء وصلوا لله سبحانه وتعالى حتى طلع الفجر. أبو الدرداء حزين: ما هذا الكلام؟ سلمان أخي في الله يحرمني من الصيام وفيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، لكن يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع، الذي لا يستطيع الزواج فعليه بالصوم، أما الذي معه زوجته فيظل صائم كل يوم، طبعا ليس في رمضان. فحزن أبو الدرداء وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكو إليه. قال سلمان: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حق، أو إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لزوجك أو لأهلك عليك حق، فآت كل ذي حق حقه. ما هذه الكلمات الفقهية العظيمة التي يبثها سلمان في كتب الأمة والتاريخ، في كتب الفقه والدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. هذا هو الفقه الذي نريد أن نفهمه. لما أتى ثلاثة النفر، وتعرفون الحديث، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يصوم ويفطر، وكان يقوم وينام، وكان يتزوج النساء صلى الله عليه وسلم. فرأى هؤلاء أن رسول الله قد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنهم بحاجة أمس إلى الإكثار من الطاعة والعبادة، فيريدون أن يعبدون الله أكثر من عبادة محمد صلى الله عليه وسلم لربه. وهذا مستحال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأكرم الناس وأقرب الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى. فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصله خبر هؤلاء قال الأول: أما أنا فأنام الليل كله، فأقوم الليل كله ولا أنام، أقوم للصلاة. والثاني قال: أصوم الدهر كله ولا أفطر. والثالث قال: لا أتزوج النساء. يقوم الليل من أجل أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والآخر يريد أن يصوم لأن الصيام جنة، وقاية من الذنوب والمعاصي، وقاية من الشيطان، وقاية من الشهوات، وقاية من أشياء كثيرة. وأما الثالث فلا يريد أن يتزوج، لأن النساء فتنة. إنما أموالكم وأولادكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فبعض النساء فتنة، تفتن زوجها فتغره عن الحلال ليبحث عن الحرام. بعض النساء فتنة، تظل بعد زوجها ليقتات ويقيتها ويقيت أولاده من الحرام. بعض النساء فتنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر هؤلاء الثلاثة، قال صلوات ربي وسلامه عليه: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث أن الزواج نصف الدين. من حفظ وأمن لي ما بين فكيه وفخذيه ضمنت له الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا تزوج الإنسان ضمن نصف الدين، فليعتني بالنصف الآخر. أيها الإخوة الكرام، الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوت المسلمين مشعة بالنور والمحبة والهناء والسكينة والمودة، إنه على ما يشاء قدير. إذن المرأة لها مواصفات على رأسها ذات الدين، والرجل له مواصفات على رأسها الدين والخلق. إذن إذا أتاكم الرجل الغني الذي مع 15 محل خمر أتزوج، إذا أتاكم الرجل الثري صاحب المكانة العالية في المجتمع الذي لا يخاف الله ويظل يعربد ويفعل المحرمات، لا تزوجوه. إذا أتاكم الرجل الذي عنده الوسامة والشخصية والأناقة، لا تزوجوه إلا إذا كان ذا دين وخلق. إذا الخلق والدين يجب أن يكون أساسا عندما يختار الإنسان شريك حياته، أو حينما تختار المرأة شريك حياتها. هذا هو الأساس الذي أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، الذي دفعني للحديث عن هذا الموضوع، كل منا له بيت وله أسرة وله أولاد أو بنات، أولاد بنين أو بنات، فتحصل أخطاء بسبب جهلنا بدينه. فنريد أن نعالج هذه الأخطاء انطلاقا من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الأخطاء الشائعة ذكرناها قبل رمضان لكن لا بأس من إعادتها، أن بعض الناس يريد أن يتجمل، يريد أن يحسن إلى شخص من عائلته، فيزوج ابنته برجل لا يصلح لها، لا يصلح لها ثقافة ولا دينا ولا أخلاقا، لكن لأن هذا الولد ابن أختي أو ابن عمي أو من أسرة بحاجة إلى أن يدخل إلى هذه البلاد، فخلينا نحصل على شوية أجر وندخل هذا الولد إلى هذه البلاد. المستقر للزواجات التي تكون بهذا السبب على مستوى أمريكا كلها، ليس على مستوى هذه المدينة فقط، تجد أن أكثر الزواجات تنتهي بالفشل. لماذا؟ البنت ليست مقتنعة بهذا الرجل، تريد يعني أحيانا البنت لا تستطيع أن تتكلم اللغة العربية، فتأتيها برجل لا يعرف اللغة الإنجليزية،
وبعدين دور مترجم. أو البنت متعلمة تخرجت من يعني من الجامعة، عندها دكتوراه أو عندها ماجستير أو أي شيء من يعني الشهادات العالية، وتأتيها برجل لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب، مع ضعف الإيمان عند البنات اللاتي يتربين في هذا البلاد. أقولها بكل حزن، أكثر البنات اللي يتربين في هذه البلاد ما فيش عندهن الإيمان القوي إلا من رحم الله، نسأل الله يصلح بنات المسلمين أجمعين وأولاد المسلمين بصفة عامة. لذلك يعني البنت التي تربت في هذه البلاد تذهب إلى المدارس والجامعات فتجد هذا شعر شعر الدوكي، وهذا رأسه رأس الجني، وهذا أنواع مختلفة من أطياف الناس. وإذا بك تأتي لها برجل من حق الجن، يعني مأساة والله يا أخوة. يعني حينما يستغرق الإنسان حالات، يعني في نساء تقول والله إني مغلوبة ولولا احترامي لوالدي لما قبلت هذا الزوج بهذا المنطق، يعني لم تجد هذه المرأة المودة والرحمة التي أخبر الله عنها في كتابه العزيز بسبب تهور الأب. وبالمقابل تجد أن بعض الآباء يعني ينتظر حتى يصل ابنه إلى 18 أو 19 ثم يقول له يلا البلاد يا ولد، ويبحث عن بنت. الولد ليس مقتنع بالبلاد ولا بالبنت، الولد عايش في عالم آخر، فمسكينة التي في البلاد يتزوج منها أو يتزوج بها يومين ثلاثة أيام أسبوع شهر، فلا يجد الانفتاح الذي تعود أن يراه في هذه البلاد. يجد أن هناك بنت حيية كيف لا تستحي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان والحياء قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. الولد تعود على أن يرى مناظر ومشاهد مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يفاجأ بأن هناك فتاة حيية لا يستطيع أن يتأقلم معها، ويريد إنسانة خلاص يعني متطورة فيتزوج منها، وفجأة تحمل في بداية الزواج وتبدأ الدورة يعني بداية الحمل والآثار التي تترتب على الحمل كما تعرفون خاصة المتزوجون، فينفر منها. هو يشاهد المسلسلات والأفلام يعني المنفتحة فيقول يعني هذا ليس الذي كنت أتخيل أو أظن أو أفكر به إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأيها الإخوة والأخوات، بداية الانطلاقة الشرعية تبدأ من اختيار الزوج الصالح واختيار الزوجة الصالحة. إذا وفق الإنسان بأن يستقيم على أمر الله، ووفقت المرأة أن تجد الرجل الصالح، فهذا هو الفوز المستمر الدائم في الدنيا والآخرة. هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين، ذات الدين التي إذا نظرت إليها سرتك. يا أخوة والله لو حصلت على أجمل نساء الدنيا، أجمل نساء الدنيا، هذا الجمال سينتهي ويضمحل. تخيل أن هذا الجمال يعني مغطى بالأخلاق السيئة، يغطى بالدعارة، يغطى بالانفلات. امرأة من أجمل النساء تخرج متى ما شاءت، تدخل متى ما شاءت، تصافح من شاءت، تحضن من شاءت، تتكلم مع من شاءت، تدخل إلى بيتها أو إلى بيتك من شاءت. هذه المرأة ليست المرأة التي يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في أو تنبت في منبت السوء. امرأة جميلة لكن طعامها حرام، شرابها حرام، ثيابها حرام، وعلاقاتها حرام، ثم زوجها بمسكين. لذلك أيها المسلمون الكرام، نصيحتي خاصة في هذا القرار، هذا قرار ليس سهلا، هذا قرار يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظا، عقد الزواج ليس أمرا سهلا هينا. فلذلك من أعظم ومن أغلظ العقود عقود الزواج، فحينما تبنى على دين وعلى أخلاق وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تجد إنسان مستقيم ما شاء الله وكان في الصف الأول لكن أخلاقه سيئة. وهناك نصيحة للإخوة وللأخوات، خاصة الأخوات مقدمات على الإخوة، لأن هناك شيء من يعني الانفلات في جهة الأولاد.
إذا أرادت البنت أن تجد الرجل الصالح بعد أن تتأكد الأسرة من أخلاقه ودينه، تأكدي كيف أخلاق هذا الرجل مع والدته، مع أمه التي يجب أن يكون أوفى الناس معها. فإذا كان ممن يرفع صوته على أمه ولا يحسن إليها، وقد فعلت له ما أخبر الله، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين، إذا كان قد أنكر الإحسان إلى هذه الأم، فاعلمي أيتها الأخت أنه سينكر الإحسان إليك هكذا، وأن العلاقة لن تدوم، وإن دامت في الدنيا فإنها لن تستمر إلى أن تدخلي معه إلى الجنة. وكذلك الأخ، حاول أن تبحث عن أخلاق هذه المرأة، فإذا كانت طيبة مع والديها فاعلم أنك في خير. لماذا؟ لأنها ستكون طيبة معك عونا لك في بر والديك وفي طاعتهم. فهذه بعض النصائح التي أنصح كل شاب مقبل على الزواج، وأيضا الإخوة الذين قد تزوجوا. قد يكون أحد الحاضرين موجودين عندنا يقول والذي قد وذب مسكين، فهناك بعض الوسائل التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، لكل مشكلة حل، لكن هل عندنا الاستعداد أن نقاوم هذه المشاكل؟ لابد، لابد بما فيها. أحد الناس يتصل أو امرأة تتصل لأحد العلماء فتقول له يا شيخ قررت الانتحار، فيقول هل أنت فقيرة؟ قالت لا. فعلى طول الشيخ بدأ يفكر كيف يفكر الأغنياء المترفون، فقال يا أختي، قالت أنا من الأغنياء، من أغنى الناس. قال أسألك سؤال، ما هي الأشرطة المواد التي تستمعين إليها وتشاهدينها؟ هل تستمعين إلى الشيخ فلان القارئ العجمي مثلا، أو السديس، أو مشاري العفاسي، أو أي أحد من القراء، نسأل الله أن يحفظهم جميعا؟ قالت لا. ماذا تشاهدين؟ أهل ما هي المجلات التي معك في البيت؟ فذكرت أسماء المجلات التي فيها العري والسفاهة وقلة الحياء. فقال إذن هذا السبب، هذا الذي تصرف في رمضان. فيقول الشيخ لهذه المرأة يا أختي كم قرأتي من القرآن إلى الآن في يوم الخامس من رمضان؟ فتقول والله ما فتحت المصحف أبدا. قال إذن هذا السبب، إذا انقطعت علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، إذا لم نبني حياتنا الزوجية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المشاكل ستأتي من كل حدب وصوب. فلنحاول قدر ما نستطيع أن نؤسس بيوتنا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لذلك حينما يتأسس الزواج، الخطوبة، بعض الناس يا إخوة قدوم يفعلوا أفعال المتزوجين ومجرد خطوبة، يأتي إلى البنت وتستقبلها الأم والأب حيا ويا ألف مرحب، ويخرج الولد مع البنت في أيام الخطوبة، وهذا لا يجوز، أنتم تعرفون أنه حرام، ما يصلح. وعشاء وسمرات ويأوي إلى البيت، الله أعلم ما الذي يحصل. ثم نأتي إلى الزواج، فإذا بالمهر المفجع 10,000 من الدولارات من أجل الزواج. يا أخوة والله يعني أريد أن أكرر هذا الأمر حتى يفكر إخواننا الذين يبيعون بناتهم بيعا بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ما هذه الأرقام الخيالية التي تتكلمون عنها؟ ثم قبل أسابيع أتوني إخوة باكستانيين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة الإسلام جميعا. فكما تعرفون أن أركان الزواج الموافقة من الطرفين، وجود الولي، والمهر، وشاهدين. فطبعا سألت عن المهر فقالوا لي 20,000 دولار، لا 20 دولار. فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
ولو بخاتم من حديد. اللهم صل على رسول الله. يا اخواني والله ان الزواجات التي تبدا بمهور غاليه تعسفيه على الزوج انها لا بركه فيها. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكثرهن بركه ايسرهن مؤونه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فيثقل الزوج بمجرد عقد الزواج. ثم ناتي الى فرحه العرس. وطبعا بما ان بنت فلان فعلت العرس حقها في الفندق الفلاني، اذا عيب ان يفعل هؤلاء شيء ولا نفعل مثلهم. فعشرين الف، ثلاثين الف دولار تدفع في صاله افراح للرجال وصاله للنساء، ما يصلح هذا الكلام يا اخي. لا بد ان نتقي الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، كيف نخرج الفلوس واحنا نضحك؟ لانها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ونتباهى، نتباهى بالطاعات وبما صرف. واحد الاباء يقول: اما انا ما شاء الله احسن عرس صلحته في بيكرسفيلد، دفعت على بنتي 50,000 وهذا 60,000 وهذا اقل وهذا اكثر. ماذا دفعت لاخرتك؟ ماذا دفعت لتعلم بنتك دين الله؟ ماذا دفعت لتنقذ هذه البنت من النار؟ ما هي الاشياء التي يعني حفيت بنتك في خلال حياتها معك منذ اول يوم الى يوم زواجها من قربها من الله سبحانه وتعالى؟ لا شيء. اطعمتها من الحرام الى من رحم الله، واوجدت لها بيئه مليئه بالمحرمات، والجسم الذي ينبت من حرام النار اولى بك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتاتي الماساه الاكبر اذا بنينا هذه البداية على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الآن المدينة هنا يعني لا نرى فيها أن هناك أناس يستقبلون فرق غناء ورقص وهذه الأشياء المحرمة، فلله الحمد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأنا يعني أشد على أيادي كل أبناء المدينة هنا بأن لا يبني حياة بنته الزوجية على هذه الأشياء المحرمة. يا أخي ستدفع 1,000، 2,000، 5,000، 100 دولار من أجل فتيات يأتين ليرقصن؟ يعني تبدأ تؤسس حياة بنتك المسكينة التي هي في ذمتك بهذه الأشياء المحرمة؟ ومن أجل ماذا؟ من أجل يقال أنك قد جددت. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله إثمها ووزرها ووزر من عمل بها. فلا تكن ممن يؤسسون سنة سيئة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كل إناء بما فيه ينظر، لكن لا بد على المجتمع أن يعاون إخواننا الذين ضعفت إرادتهم وضعف إيمانهم بأن يخافوا من الله سبحانه وتعالى في أن يبنوا حياة أبنائهم وبناتهم الزوجية على هذا الأساس المحرم. فنصيحة لكل الآباء بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ونصيحة للأمهات: اتركنا هذه الكلمة مثل بني فلان من جيش. هذه من جيش كلمة مصطلح نستخدمه في بلاد اليمن، وأتوقع أن كثير من الدول العربية يستخدمونه: مثل فلان وفلان. إذا كان مثل فلان في الخير أبشر، أما إذا كان في الشر لماذا؟ لماذا نتتبع خطى الآخرين فيما حرم الله؟ يعجبني بعض الآباء حينما يقول: والله لا أفكر في المال ولا أفكر في الفلوس، إنما أفكر في الشخص الصالح الذي سيستر ابنتي، سيؤدي حقها. اما ان تزوج بنتك من انسان يظل ساهر طوال الليل خارج البيت وياتي اليها في الساعه الثانيه والثالثه بالليل، لا تدري اين كان ومع من كان وفي احضان من كان، ثم تاتي او ياتي الى ابنتك ليقضي بقيه الليل معها. فيا اخواني، يعني نصيحه ان نجعل كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على أهوائنا ورغباتنا وعاداتنا وتقاليدنا. فالدين أولا، وكتاب ربنا أولا، وسنة نبينا أولا. الله ليكون هو أحلى وأعظم غاية، ليس إرضاء الناس. ونبي الله ليكون هو أفضل قدوة، ليس فلان أو علان. وكتاب الله ليكون هو دستورنا ومنهاجنا، ليس العادات والتقاليد. الله غايتنا، وهل من غاية أسمى وأغلى من رضا الرحمن؟ وزعيم دعوتنا الرسول، وما لنا غير النبي محمد من ثاني دستورنا القرآن.
وهو منزل والعدل كل العدل في القرآن. صلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوت المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين شباب المسلمين جميعا إنه على ما يشاء قدير.